خبروهم انه جبنا المتهم بجريمة القتل. افتح. بابا بابا نحن ناطرين هون عند الباب. ايه يا جماعة الانتظار ممنوع هون، اذا بتريدوا تفضلوا لبرا. نحن لازم نوكل له محامي. محامي؟ وليش المحامي؟ ما رح تستفيدوا شيء من كتر المصاري يعني؟ الدولة بتعين له محامي اذا بدكم. ايه يسلم. العفو. انا محامي لصالح جليك، يا ترى هو هلا بالتحقيق؟ ايه هلا دخل، تفضل اخذك. شكرا. عفوا لو سمحت، انا بنته لصالح جليك وحضرتك. انا بكون محامي الانسه توليب سيباي، هي طلبت مني اني اجي لهون. بعد ما انتهي من الاجراءات جوا رح اطلع ونحكي بكل التفاصيل. شكرا. تفضل. يكتر خير الخانم. ما قصرت، هالمره عن جد اخت رجال، مين بيعمل هيك بهالزمان؟ اصلا هذا واجبها، يعني ابي موظف عندها بالقصر كل هالسنين، شي طبيعي انها تبعت له محامي. شو حكينا؟ الو انتو بالمخفر؟ ما فيني احكي هلا عمر، الكل موجودين. فهمت حبيبتي، ليك اسمعيني، انا بعتت محامي بيوصل لعندك بعد شوي. لا ما عاد في لزوم، توليب خانم بعتت محامي الخاص. انا فيني اتصل فيك بعدين؟ يلا يلا امشي. بتعرفي مسعودة؟ حياتنا صارت بتاخد العقل. لا أجوري، تعال يا نال. أبي أخدوه، تعال يا نال. يا عيني أنا ما عم لاقي وقت للشغل. لك يا نال بس اسكت، لا تقول شي، فضحتنا. أختي مجد هون إجا ليكو. الله ينتقم منكم يا مجرمين، قتلت الرسالة. قولي بالك بدي هيك وليه. اهدي ان شاء الله امي. خلي ناجية تعالي لهون، تعالي بالطريق. خلي ناجية يلا لو سمحتي. خلص خدونا نعمل هون. خلص مش طريق نعمل هلا. تاكسي تاكسي تعال هون. الله يخلصني منكم. شو هاد العمى؟ هي بقرة بهيئة مرة. اوه الله يلعنكم يا بنت البنت. طلعوا بابا. بابا 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 لوين اخدينه هلا؟ اخدينه على الرياضة ورا بعده هيك. لا تتجمعوا هيك يا نار، خدهم من هون. امرك عمي. بابا 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 حبيبي، نحن ما رح نتركك حبيبي. لا تخاف، نحن جنبك. ليكو قائم بيك، رح يفرجوا عنه ما هيك؟ يعني في شهود انه ابي ما عمل شيء بس دفشه وهو وقع على راسه. هذا يعتبر قتل غير مقصود. هن لو ما اشتكوا عليه كانوا افرجوا عنه بكفاله، بس مرته للمغدور اصرت تشتكي ولهيك اخذوه عن نيابه. اذا استجد اي شيء بخبركم. يلا بالاذن. طيب شكرا. يا بنات سمعتوا شو قال عمي؟ يلا قدامي على البيت، يلا لشوف، تحركوا. يلا اختي انا مالي رايحه بعدين بلحقكم. لا منروح مع بعض، ما فيني اتركك. مسعوده انا حاسه حالي رح اختنق. روحوا انا بعدين بلحقكم. تمام اختي. يلا يلا اختي اتركيها تصطفل وين ما بدها تروح، لا تضايقي حالك. يلا يلا فصلي بسيلين. يلا رح احكيها تجي على البيت فورا. عمر جوري حبيبتي انت منيحة؟ شو في جوري؟ انا رح طق لانه حولوا بابا عن نيابة ليحققوا معه. انا جاي لعندك، بس قولي لي وينك. ما معي وقت ولازم ارجع على البيت بسرعة، ما عم بفهم كيف وصلت الامور لهون. حبيبتي جوري اسمعيني، انا هلا بالسيارة،
رح اجي اخذك، بنحكي شوي وبعدين بوصلك على البيت، ماشي؟ ماشي. عن جد؟ رح يحبسوا يعني؟ يا الله يا رب. طيب يسلموا استاذ، شكرا. نحن من وين عم تجينا هالمصايب؟ هلا نسيتوا انه العم رجب صار تحت التراب كمان؟ الله يعين اهله على هالمصيبه. ولا تنسى انه ابونا رح ينسجن. يعني كان قاصد يقتل العم رجب؟ احكي بالعقل يا نال. ليك يولا لا تواخذيني، بما انه كل المصايب عم تلف وتدور وتوقع فوق راسكم انتو، لازم تفكروا باسباب اللي عم بصير معكم عدم المؤاخذه. يا نال، لك انت شو عم تقول؟ ليش قاعد عم تحكي شروي غروي؟ انت مو شايف حالتنا شلون؟ ابي رح ينسجن، معقول ما في طريقه نطالعه؟ حتى تهمة القتل من غير قصد حكمة من سنتين لست سنين. شو؟ بابا ما رح يتحمل، يمكن يموت من قهره جوا. يا بنات دقيقة، خلونا نهدى، حاجتنا بكي، لازم نفكر شو بدنا نعمل. فكروا لكم بشي طريقة، شلون بدنا نطلعه؟ حبيبتي كيف صرتي؟ ليلي كيف أبوكي؟ مجد ما اشتكى عليه، المحامي قال إنه اللي اشتكت مرت أبوه رح يحبسوا لأبي. يا عمر تمام، اهدي شوي ولا تتوتري. جوري لو سمحتي قليلي، أنا شو فيني أعمل هلا؟ ليكي إذا بتحبي بروح وبحكي مع أبوكي، حتى منتزوج إذا بدك كمان. ما بتعرفي يمكن يكون أحسن إلنا إذا تزوجنا. مجرد التلميح عن علاقتنا شوف شو سوا يا عمر، الوضع هلأ صعب كتير. طول ما بابا محبوس بسببي أنا كيف رح أقدر أتزوجك؟ فهمني جوري لو سمحتي لا تقولي هيك. شو ذنبك باللي صار؟ ما حدا له علاقة. جوري ما فيني شوفك عم تتعذبي وضل هيك عم بتفرج عليكي. لو سمحتي احكي، انا جاهز لحتى اعمل اي شي كرمالك. انا ما بدي تساوي لي اي شي، صدقني مالي بحاجة لاي شي غير لوجودك. صالح افندي اخذ عني فكرة مو مزبوطة. انت لازم تعرفي منيح انه طول ما العلاقة يلي بيني وبينك علاقة مو رسمية، فمستحيل نقدر نخلص من المشاكل. عمر ارتباطنا مستحيل وزواجنا مع كل هالمشاكل كتير صعب. طيب نحن شو رح نساوي؟ انت منعتيني كل هالوقت وما سمحتي لي ابدا احكي مع ابوكي. فهميني جوري انت شو بدك؟ خلاص خلينا نستنى. بدك نستنى؟ اسمعي جوري، انتي ما تركتي لي خيارات بنوب، معناها على القليلة لحتى ابوكي يطلع من السجن ان شاء الله، على الاقل اسمحي لي ساعدك. ساعدك كل شهر بمبلغ لإلك ولاخواتك جوري. اكيد لا، رح اعتبر اني ما سمعت اللي قلته. طيب ليش؟ انتي بالنهاية حبيبتي. لو سمحت هالموضوع بيضايقني وبيحسسني بالخجل. اهلا سيلين. تمام حبيبتي، شوي تانية بجي. انا صار لازم ارجع على البيت، اخواتي كلهم ناطرين. استني لحاسب وبعدين لا نمشي. لا يسلموا، خليك، الاحسن اني روح لحالي بلا ما يشوفونا انا وياك. ايه هلا كل العيون علينا. عمر انا رأيي يعني خلينا فترة من دون ما نلتقي بيكون أحسن.